معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات عندي اليوتيوب بيطلع لي كده زي اناليسس كده كل فتره، بلاقي ان 90% من الناس اللي بتتفرج على اخر الفيديو وبيعملوا لايك مش عاملين سبسكرايب، وهم بس نسبه بسيطه هي اللي عامله سبسكرايب. فما تنساش لو عجبك الفيديو ما تدوس بس على سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وتبقى عارف كل الفيديوهات في وقتها. حلقة جديدة من توكيل توكل، والنهاردة جبت لكم اللي كل الناس طلبتها مني. اول ما نزلت الفيديو بتاع ال 1600 سي سي كله قال لي يا عم عايزين ال 1300 سي سي التربو. جبت لكم النهاردة ال 1300 سي سي التربو السيجنتشر تربو، سعرها الرسمي دلوقتي 469,000 جنيه. طب كانت بكام؟ كانت ب 384,000 جنيه. حلو اكلمكم على المنظومة اللي موجودة هنا في رينو ميجان 2022، الموتور ال 1300 سي سي التربو ال 4 سلندر ال 16 سباب، يقدر يطلع 150 هورس باور عند 5000 لفة، وده عدد متوسط عدد لفات المحرك، وبيطلع 250 نيوتن متر تورك بس عند كام بقى؟ عند 1600 لفة، وده عدد قليل جدا لعدد لفات المحرك، وكل ما العدد ده قل كل ما أداء العربية هتلاقيه أحسن. واصلة بناقل الحركة الفتيس الدول كلتش، وهم هنا مسمينه دي اس جي، بس هي دي اس جي يا جماعة، في دبليو هي اللي أطلقت على الدول كلتش بتاعها اسم دي اس جي، بس هم سموه دي اس جي، فخلينا نسميه دي اس جي زي ما رينو سمته. هو 7 نقلات فتيس برضو اللي هنا الدي اس جي ده وات مش دراي، عشان لو ناس قلقانة من الدول كلتش، الوات يا جماعة بيبقى ليه مبرد للفتيس. الدراي كان بينزل في عربيات في دبليو كتير اول ما بدا ينزل، وكانت مشكلته ان هو دراي ما فيهوش مبرد، يعني مع الحراره مع النقلات الكتير مع الحر مع البتاع كان الميكاترونيك بتاعته هي اللي بتبوظ مش الفتيس كله اللي بيبوظ. دي معلومه قلت برضو اصححها لناس كتير تبقى فاهمه ان الدول كلتش ده لما بيخرب بيخرب خالص، لا ميكاترونيك. والميكاترونيك دلوقتي بقى بكام؟ 4000 جنيه 3000 جنيه اعتبرها يا عم صيانه. وزن العربية دي زاد عن العربية اللي زيها ال 1600 سي سي، زاد وزنها يعني حاجة بسيطة، التانية كانت 1247 دي 1306. المنظومة دي بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 9.5 سكندز. الحاجة اللي أنا محترمها جدا المساعدين دول والمصفحة اللي تحت والعازل اللي معمول عاملينه هنا في العربية من هنا، اللي هو عازل الحرارة والصوت، والفرنسيين بقى يعني فلتر الهواء عاملينه هنا وبالطول، دول الفرنسيين. لازم الفرنسيين هتلاقي حاجة غريبة جوه العربية او بره العربية، احنا نحن مختلفون على الاخرون، هم عايز يبين لك اللمسة الفرنسية. تعالوا نجرب بقى الموتور ال 1300 تربو، بيطلع 150 حصان ال 4 سلندر، بيطلع 250 نيوتن متر تورك، والفتيس هنا دي اس جي وات 7 نقلات. استجابة العربية كانت سريعة جدا معايا، عربية عايزة تروح يعني بعد المية كمان بتبقى عايزة تجري. لا برافو والله، يعني التجربة انا لسه مجرب يعني من يومين مجرب ال 1600 سي سي، دلوقتي وانا بجرب ال 1300 التربو الدي اس جي 7 نقلات، في فرق ما بين سماء وارض، في اختلاف فظيع. العربية على الملفات بتأوفر، بتطلع من اللاين. الفرامل طبعا الورا واللي قدام ديسكات، التعليق اللي قدام ماكفيرسون، والتعليق الخلفي تورشن بيم. لو اتكلمنا على عوامل الامان، عوامل الامان بقى في الفئة دي اللي هي السيجنتشر تربو فيها بتبدأ بقى فيها ايه الزيادات اللي بتبدأ في الامان، 6 ايرباك بيبدأ يظهر. الاختلاف ده الوحيد ده بس في عوامل الامان، اما في بقية الفئات اي بي اس واي بي دي واي اس بي تاير بريشر مونيتورنج سيستم واتش ال اي، كل العوامل الامان وايزو فيكس، كل عوامل الامان موجوده في كل الفئات ما عدا ما تبدا من اول السيجنتشر تربو يبدا يظهر ال6 ايرباك، بقيه الفئات بيبقى 2 ايرباك بس. نتكلم على مساحات الرؤيه،
مساحات الرؤية ممتازة، وده اللي انا كنت قلته برضو في مساحات الرؤية ما اختلفتش من 1300 من 1600، هي مساحات الرؤية واحدة بصراحة. مساحات الرؤية كويسة حتى ده وهو مقفول مش حاجب رؤية عنك. العزل ممتاز في العربية يعني برضو على سرعات، عزل الصوت وعزل الهواء وعزل الموتور ممتازين في العربية دي، يعني بيميزوا رينو ميجن الجديدة. انا بصراحة ابصم لك من مميزاتها العزل فيها، عزل الصوت، عزل الحرارة، عزل الموتور، صوت الموتور. خلي بالك ال 150 بيجوا عند 5000 لفة، عدد لفات للمحرك في المتوسط، بس برضو في عربات كتير بتيجي عند 5000 لفة صوت الموتور بيبقى جوه تحس انت مشغل مكنسة. تعالوا برضو نجرب برضو المنظومة اللي هنا دي تاني كده، الموتور بالفتيس. لا استجابة سريعة بتديك المطلوب، يعني انت عايز تدوس عايز تجري هتروح. العفشة طبعا وتدي كده مع المطبات، بس فيها زي مطبات هوا كده شوية، فيها يعني حاسس بمطبات الهوا مع السرعات، بس عفشتها حلو. برضو توجيه العربية حلو جدا. اظن ان الموتور والفتيس دول المنظومة اللي هنا دي هتنجح جدا، ورينو هتستخدمها في عربياتها كلها اللي جاية. يعني اظن ان 1300 تربو الاربعة سلندر 150 حصان 250 نيوتن متر تورك. طيب ماشي يا ستي شكرا. المنظومة دي هي تقريبا مش عاجبها كلامي. المنظومة اللي جوه دي هتقدر اللي هي موجودة الموتور والفتيس، انا اعتراضي الوحيد عليها في الملفات. في الملفات بتلعب، لا يعني علامة استفهام في الملفات، عربية مش ماسكة في الملف. بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش مالتي لينك ورا، يعني لو في عفشة مالتي لينك ورا هتلاقي ان هي في الملفات احسن بكتير. تعالوا بقى اجرب لكم دلوقتي التسارع بتاع العربية من 0 لـ100. دلوقتي هنجرب التسارع بتاع الرينو ميجن، هي دلوقتي على السبورت، هنجرب التسارع منها من 0 لـ100. خلي بالكو انا بجرب في حتة ممكن يبقى فيها شوية انحدار لفوق، واجرب لكم حتة تاني برضو. هنجرب التسارع تاني من 0 لـ100، بس ده طريق مستقيم بقى، فنجرب كده نشوف بقى هل فيها نفس الطلعة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت ولا لا. يلا هنا احسن، طلع احسن بكتير. استجابة الفتيس ممتازة كمان بعد المية، بعد المية الفتيس بيبقى مبسوط قوي، بيبقى فرحان بيك. فالفتيس هنا بصراحة لا، يعني انا في الاول قلت لك الطلعة بتاعته، لا هو بصراحة هنا الفتيس الدول كلتش رينو قدرت تعرف تعمله صح الصح. يعني توجيه العربية انت هتقول لها روحي هنا هتروح هنا ولا بزيادة ولا بقل. تعالوا نتكلم على الشكل الامامي للعربية. الشكل الامامي اختلف ايه في الفيس ليفت اللي معانا دي؟ الاقصدام الامامي، الاقصدام الامامي اختلف تماما. الايروداينامكس اللي فيه، الخطوط الحادة اللي فيه دي هي اللي اتغيرت في الفيس ليفت. هتلاقي خطوط هنا في الفانوس انتجريتد كمان معاه، تلاقي الخط اللي جاي كده، الخطوط دي كلها في العربية حلوة جدا. طبعا العربية دي بتنزل هي سيجنتشر تربو، فبينزل فيها حساس الامامي وحساس خلفي. الشبكة هنا هتلاقيها مختلفة في السيجنتشر تربو، ان هي فيها زي نيكل كروم هنا كده زي حاجات السباق. الفوانيس اتغيرت، الفوانيس هنا بتكنولوجي اسمها LED Pure Vision، عاملينه هنا زي 3 انوار كده جنب بعض، وكمان حرف السي اللي فيه ده كله LED، الفانوس كله LED. الفانوس يختلف ايه عن الفئة الاولى مثلا ال 1600؟ ان الفانوس اللي بينزل في 1600 بيبقى فيه لنستين، واللنستين بيبقوا هالوجين، الحتة دي بس هي اللي بتبقى LED. اما العربية هنا كلها LED، كل الحرف السي ده يعتبر داي دي تايم رانينج لايتس، وهنلاقي زي 3 فتحات للنور كده من هنا، كلهم نورهم اقوى بكتير من بتاع ال 1600. ال 1600 كان فانوس لنستين والاثنين هالوجين، نوره كان ضعيف بصراحة لما جربته. الكبوت هنلاقي ان خطوطه زادت في الفيس ليفت، 4 خطوط كده، والحدية اللي في النص دي برضو. الفوج لايتس اللي هنا دول بيشتغلوا كمان مع الكورنرينج، يعني لو جيت كسرت يمين الفوج اليمين يفتح، ولو كسرت شمال الفوج الشمال يفتح، وانت قافل الفوج. تعالوا اكلمكم على الشكل الجانبي للعربية.
وهنا هنلاقي اكتر حاجه بتميز العربيه من الجنب الخط اللي تحت ده اللي هو رايح وراجع ده، وبرده الخط اللي هنا برده رايح وراجع، والبتاع الفيك هنا دي بس علامه تعجب هنا الفتحه الفيك دي. لو بصينا على الخطوط هنلاقي في خط هنا كده جاي حلو جدا مرسوم رسمه الدولفين معموله كده بطريقه حلوه جدا، الخط ده زي منفخين وكده ورايح لاخر العربيه. الدخول هنا كله كيلس، تمام، كيلس انتري. المرايات ضم وهنلاقي التورن سيجنال فيها، فيها الفتحه السقف وبانوراما، يعني الحته دي كده كلها بانوراما بس ما تقدرش ان هي تكشف العربيه جوه، هي الحته دي بس اللي بتكشف اللي هي مفتوحه دي. فيها نيكل كروم في الازاز، وطبعا بتنزل في مي هنا الازاز ده والازاز ده. الجنط اللي هنا جنط 17 تو تون زي نيكل كده في حاجه جراي، شكله بصراحه عاجبني. التعليق الامامي ماكفيرسون والتعليق الخلفي تورشن بيم، ديسكات اماميه وديسكات خلفيه. واللي اكتر حاجه هتاخد بالك منها فتحه التهويه الحقيقيه اللي جايه من هنا وطالعه كده عشان تاخد الهواء تطلعه من قدام تجيبه كده هنا، وبرده تبقى زي يعني مصدر للتبريد للديسكات، بس انت مش محتاج تبريد للديسكات، انت مش سايق في 10 ولا حاجه. تعال نجرب بقى هنا فتحه السقف هتقفل بالريموت ولا لا. هندوس دوستين على القفل. الله، دي طلعت فعلا. انا قلت ايه كده نجرب. لا برافو، لا فعلا برافو. فيها كمان ميزه تانية، الريموت ده فيه ميزه تانية اللي هو كومفورت اكسس او الايزي اكسس اللي معمول في العربيه. انا المفتاح اهو عشان ما حدش يقول ان انا اللي بفتح، لا انا هحطه في جيبي اهو وهروح اقرب بس من العربيه. المفروض لما اقرب تفتح ولما ابعد تقفل. اول ما قربت مرايات فتحت والباب فتح. طيب هبعد، تلاقي المرايات قفلت والعربيه قفلت. تعالوا نشوف بقى الشياكة الفرنسية والجمال الفرنسي في المفتاح ده. مفتاح شياكة، ودايما خلي بالكوا رينو كانوا مشهورين بالمفتاح ده من زمان، من الميجان اللي تفتكروها القديمة. هنا قفل وفتح وفتح الشنطة والنور. تعالوا بقى نجرب لكم فتحة الشنطة. الشنطة بتفتح من هنا ومن جوه ومن الزرار ده، في زرار هنا كده اهو بتدوس عليه بيفتح. بيفتح كمان من الريموت. طيب الشنطه هنا ويب سايت يقول لك 503 ويب سايت يقول لك 508. انا قلتها في حلقه 1600 يا عم خليها 500 لتر، يعني ما هي ما فرقتش ال 3 لتر ولا ال 8 لتر. الشنطه هنا كبيره، يعني كعربيه سيدان هي مناسبه جدا لاي شنطه انت عايز تدخلها على العربيه. كمان الدخول الشنط هنا عامل لك زي دخول اللي هو الايزي اكسس، يعني الايزي ان انت تحط الشنطه وتتزحلق عليها كده. الشنطه ما فيهاش اي علقات او فيها اي 12 فولت او اي حاجه، ما فيهاش اللي هي الايه الحاجات الهمبكه بسميها الهمبكه. تعالوا بقى نتكلم على الشكل الخلفي للعربيه. اكتر حاجه اختلفت في العربيه في الفيس ليفت هي الفوانيس المجسمه دي. الفوانيس هنا بقت 3D، فيها زي ثلاث خطوط كده ورا بعض. كمان ان هنا في السيجنتشر تربو الفعل معانا دي فيها كاميرا خلفيه في العلامه ذات نفسها، يعني هتلاقي الكاميرا في العلامه ذات نفسها وفتحه الشنطه تحت وكاتب لك ميجن. وهتلاقي الاكسدام ده اختلف ان هم نفخوه شويه وغيروا كمان الديفيوزر ده. الديفيوزر ده اختلف، وهنلاقي كمان في الديفيوزر فيه الحساسات الخلفيه. الحساسات هنا في العربيه منزلينها لتحت قوي، يعني دايما هتلاقيها في اخر الاكسدام. هنا حطينا مثلا في الديفيوزر فهتلاقيها تحت، وهتلاقي في كمان سنسورز فوق. فانا بصراحه محترم فيهم الحته دي ان هم حاطط لك سنسور تحت وحاطط لك فوق سنسورز في اختلاف الارتفاعات. وهنلاقي طبعا الفتحات الوهميه اللي في الاكسدام دي وهميه اهي، والعواكس بتاعه العربيه. تعالوا نجرب بقى القعده ورا عامله ايه. الدخول اول حاجه الدخول مريح، المسافه اللي هنا كويسه مع ان انا مرجع الكرسي ده قوي. الهيد روم برده كويسه، نقف الفتيس بس عالي جدا، نقف الفتيس عالي. وهنلاقي هنا في تكييف، فتحات تكييف من غير زون، هو مرتبط بالاثنين زونز اللي موجوده قدام. كمان هنلاقي المخضع ده
وهو بينزل برضو في السيجنتشر تربو في في كاب هولدر واحد وفي زي انا مش فاهم يعني انا عايز حد يفهم ده كاب هولدر دول ايه بقى يعني دول ايه مش عارف. عربيه بتيجي نص جلد ونص قماش العربيه كلها فيها ايزوفيكس هنا وكمان هنا. نبص على العربيه من جوه. الاول حاجه نبص على الخامات هنلاقي هنا ده زي سوفت تاتش كويس جدا وفي هنا زي تريم برضو مكمله في البيبان كلها. برضو اللي عجبني في العربيه ان هي محافظه على الخامات في البيبان يعني دايما كل العربيات تيجي في هنا مثلا تعمل لك خامه قويه جدا وغاليه جدا تيجي هنا تعمل لك خامه رديئه. لا هي ان هم هنا مكملين العربيه بنفس الخامه امبيانت لايت كده هنا تحت وبتقدر تغير في العربيه من خلال الشاشه. هنا بقى ممكن نغير الامبيانت لايتس في عندك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 وبيتغير كمان يعني انا خدت بالي منه العدادات كمان بتتغير وبيتغير معاها الامبيانت لايت. وفي كمان هنا في الكونسوله دي يعني هو بدا يبان اهو بقى لونه اورنج اهو مكمل هنا ومكمل كمان الناحيه الثانيه وكمان بتقدر ان انت تتحكم في الانتنستي بتاعته. بقيه الخامات الخامه اللي تحت دي برضو خامه زي سوفت تاتش بجلد حلوه جدا وكمان الجلد اللي هنا برضو جلد ماشي مع الجلد بتاع الكراسي والزراير انا كنت قلتها في الحلقه بتاعه ال 1600 الزراير كواليتي نظيفه جدا جدا يعني الزراير ما بتعملش صوت ما بتلقق يعني ما بتلقش معاك فالزراير حتى الزراير بتاعت المالتي فانكشن برضو نفس الماتيريال. اماكن التخزين هنا اماكن التخزين هنا كويسه واسعه تاخد ازازه ميه كبيره. عندنا اول مكان للتخزين هنا مكان كبير برضو زي اللي في العربيه ال 1600 والمكان التخزين ده بس ما فيهوش وايرلس تشارجنج. في الكونسوله دي بالفتيس الفتيس برضو نفس شكل ال 1600 نفس التريم اللي فيه وتيجي هنا بقى في هنا كده دي بتتفتح برضو زي مكان تخزين ومكان التخزين الاخير اللي هو ده هنا في مكان للمفتاح اوتو هولد والكترونيك بورك وفي ده الزرار ده اسمه ماي سنس. ماي سنس ده لما بتدوس عليه بيطلع لك هنا على الشاشه زي كونفيجريشن لطريقه السواقه بتاعتك لو انت هتسوق مثلا سبورت فيبدا مثلا ايه يادبت الموتور والفتيس على اساس السبورت. وهنلاقي هنا كمان ان العدادات هنا بتختلف شكلها تبقى شكلها سبورت اكتر. هنبص كمان هنا في الكومفورت هيغير برضو هنا وهنا برضو وفي اخر حاجة الاكو كمان بتقدر ان انت في حاجة اسمها ماي سنس ان دي بتقدر تكونفيجر الحاجات على الاساس اللي انت عايزه يعني مثلا عايز تظبط الستيرنج بتاعتك عايز تخليها سبورت عايز تخليها كومفورت على حسب ما انت عايز ايه. انت هنا من هنا بتيجي تادجست اللي انت عايزه. في برضو هنا اللايتنج اللي هي الامبيانت لايتس وفي الكلاستر كمان ممكن تتحكم في اشكاله يعني هنا ده بس انا هغير لكم ادي اكو ادي ريجولر وادي السبورت. فتحات التكييف هنلاقيها نفس الفتحات بتاعه ال 1600 وانا كانت عجباني. ليه عجباني؟ عشان هي في مستوى الجسم الطبيعي بتاع اللي سايق او اللي راكب جنبه عشان في ساعات عربيات بتيجي تعمل لك الفتحات هنا وتحت شويه بتبقى خابطه في بطن اللي سايق او في بطن اللي قاعد جنبك. لو بصينا على الشاشه اللي قدامنا دي هنلاقيها كلها ديجيتال ما فيهاش حاجه انالوج خالص وهنلاقي ان هي 10.2 انش. ان انت ممكن تغير كمان الاشكال بتاعتها ده شكل الاكو وده شكل الكومفورت وده الريجلر العادي وده السبورت. خلينا نرجع للريجلر عشان اوريكو الاشكال بتاعت هي بيبان في كل حاجة بس هنا هتبقى اوضح الاشكال بتاعه التحكمات اللي في الشاشه دي. هنا في الشاشه دي بيجيب لك مثلا درجه حراره العربيه استهلاك البنزين الرحله اللي انت قطعتها دي قطعت قد ايه التاير بريشر مونيتورنج سيستم. ممكن تتنقل بقى تروح مثلا للميوزك والنافيجيشن. النافيجيشن هنا بيبان لك بس يعني ما بيبان لكش المابس المابس بيبان لك هنا بس المابس بيبان لك هنا بس هنا
بيجيب لك زي طريق بس كده اللي هو يمين شمال على طول. ده شكل المابس اللي هنا، ان هي بتبقى لك بس طريق فقط لا غير. الحته دي بقى الاخيره دي، دي بتجيب لك الحاجات اللي فيها مثلا استهلاكك. برضو الجيومتر دي مش مستخدمه قوي في مصر هنا، الهورس باور والتورك، ودي الدواسه بتاعت البنزين، وده الايكو ان انت بتستخدم العربيه استهلاكك ايكو ولا مش ايكو. بص هنا هنلاقي ان العربيه طبعا ستارت انجن كده، المفتاح بتاعها طبعا اكتر حاجه، اكتر مفتاح شيك ممكن تشوفه في حياتك، في الشياكه اللي هي الفرنسيه دي. تبص بقى على الشاشه التسعة وتلاتة انش دي اللي هي الفيرتيكال اللي تحت، وبدا عربيات كتير بدات تقلد تسلا في الموضوع ده. هنبص هنلاقي ان هي فيها كذا اوبشن. اول حاجه لو دخلنا على الهوم بيجيب لك كده زي شاشه او بيج تقدر ان هي تبقى ايزي اكسس لحاجات كتير، يعني ان البيج دي بيبقى فيها الايزي اكسس بتاع كل حاجه، يعني في المابس، لو في اندرويد اوتو متوصل هيبقى فيه تكييف، الاير كواليتي، الدرايفنج بيجيب لك الدرايفنج ديتا بتاعتك، ده النافيجيشن، وهنا ده الراديو. الريسبونس بتاع الشاشه كويس، ما اتضايقتش منه. تلاقي هنا الابلكيشنز عامل لك فيديو وفوتو والكار انفو، السوفت وير والمابس ابديت وكل الكلام ده. وهنا السيتنجز من اول بقى السيستم، في عندك سيستم وعندك فيكل، عندك الديسبلاي ممكن تتحكم في الديسبلاي، ممكن تتحكم في الساوند، في اللانجوج، في الكيبورد، في الديت والتايم، كل حاجه تقدر تمانج العربيه من السيتنجز هنا. وبرده هنا الفيكل ان انت تشوف البارك اسيست اللي هم الحساس الامامي والخلفي والكاميرا والصوت كمان بتاعهم. في اللي هنا المالتي سنس اللي انا وريته لكم اللي هو زراره هنا، و التكييف هو هنا، التكييف هنا دول زون. الاقي في يو اس بي 2 يو اس بي، وفي اي او اكس، وفي 12 فولت. لو جينا بصينا على الزراير اللي هنا دي هنلاقي ان ده تعليه وتوطيه النور، وهنا دي الانوار الداخليه، وده هنا التانك البنزين، وتحت الشنطه. ولو بصينا هنلاقي ان هنا في دراع النور، ولو بصينا هنلاقي ان هو في اوتو في الفئه اللي معانا دي، فيها الحساس بتاع المطر، فيها حساس نور وفيها حساس مطر. الطاره اللي هنا تقريبا ما اختلفتش حاجه غير حاجات بسيطه عن ال 1600. هنلاقي هنا ان برضو هنا الكروز كنترول والسبيد ليميتر هنا موجودين هنا في الناحيه دي، وهنلاقي الناحيه دي الرد والقفل على المكالمات والفويس كوماند والتغير او التحكم في الشاشه اللي قدامنا دي. هنلاقي كمان هنا في زي الفرنسيين لما بيعوزوا يعملوا الحاجات بقى بتاعتهم، التعليه والتوطيه والميوت من هنا، ده في كل العربيات الفرنساوي دايما بيعملوا الحركه دي في عربياتهم، بيعملوا زي المالتي فانكشن كده ورا الدريكسيون. كمان لو بصينا هنلاقي التكييف هنا دول زون، الزون دي لوحدها والزون دي لوحدها، تقدر تتحكم في دي لوحدها ودي لوحدها. لو بصينا على الكراسي هي قماش في جلد، وفي التكسيمه بتاعت التكسيمه دي حلوه جدا، رينو عاملينها حلو جدا. و العربية للأسف الشديد، ودي حاجة ناخدها على العربية، ان هي تعتبر من الفئة الأعلى والكراسي يدوي. تعالوا نتكلم على العيوب والمميزات اللي شفتها في العربية الرينو ميجان 2022، الفئة اللي هي السيجنتشر تيربو اللي بالموتور 1300 سي سي التيربو. العربية كمنظومة فتيس وموتور أداء حلو جدا جدا جدا. الفتيس الدول كلتش بالموتور ال 1300 سي سي التربو بيقدروا يدوك اداء ممتاز. تاني حاجه عجباني في العربيه الانتيرير بتاعها، الخامات المستخدمه جوه، الخامات اللي جوه حلوه جدا، الشاشه الريسبونس بتاعها سريع. يعني تالت حاجه ممكن نقولها حلوه في العربيه الشاشه اللي جوه، الشاشتين بصراحه الريسبونس بتاعهم او ما فيهمش ديلي، فالريسبونس والجرافيكس بتاعتهم حلوين جدا. رابع حاجه حلوه في العربيه العزل بتاعها، عزل العربية ممتاز. خامس حاجة أنا هقولها من عندي هي الشياكة الفرنسية. العربية دي شيك، حتى مفتاح العربية شيك. تعالوا بقى نبص على العيوب. أول عيب هتاخد بالك منه في تجربة القيادة لما تيجي تسوق العربية، العربية في الملفات وحشة. بعد الـ50 كده تحس إن العربية بتلعب كده من ورا. راجع لإيه؟ إن هما مش حاطين مالتي لينك ورا. يعني ما ينفعش عربية دلوقتي في سعرها 469 ألف جنيه ومش حاطط لي مالتي لينك ورا.
وحاطط لي موتور 1300 سي سي تربو دول كلاتش وبتاع، ما ينفعش تحط لي اي حاجه غير مالتي لينك. تاني حاجه وحشه في العربيه ان ما فيهاش وايرلس تشارجنج، يعني مثلا فئات من الفئات دي مفروض فئة السعرية دي يبقى فيها وايرلس تشارجنج. برضو ان الشنطة بتقفل بالايد، مفروض تبقى شنطة كهرباء. رابع حاجة ان الكراسي مفروض تبقى كهرباء، ما ينفعش العربية تبقى داخلة في 500,000 جنيه وتحط لي كراسي يدوي. خامس حاجة ممكن ناخدها عيب في العربية او مش عيب، كل المصريين عارفين الموضوع ده، وانا مش جايب حاجة من عندي، يعني مش بقول حاجة من عندي، بس هي صيانات العربية. اي عربية فرنساوي، مش رينو بس، اي عربية فرنساوي الصيانات بتاعتها بتبقى اعلى من العربيات التانية. معرفش ليه، يعني نفسي اعرف ليه. طب ما احنا عندنا عربيات الماني وعندنا عربيات ياباني وعندنا عربيات كوري، بس انا مش عارف ليه الفرنساوي بالذات قطع غياره غالية وبتبقى موجودة بصعوبة، مع ان هم منزلين عربيات حلوة. يعني عندك رينو، عندك بيجو، عندك ستروين، عندك العربيات دي كلها منزلة عربيات قوية جدا في 2022. فأظن إن حاجة ممكن إن احنا تتحسن في مصر هي قطع غيار العربيات الفرنساوي. لو دي اتغيرت النظرة للعربية الفرنساوي هتختلف، لأن هم دلوقتي بدأوا يدوك منظومة زي اللي في العربيات الألماني. في آخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تروحوا تعملوا فولو لانستجرام اكاونت، وعندكم تيك توك اكاونت، وعندكم الفيسبوك بيج، وطبعا اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وتبقى عارف كل الفيديوهات في وقتها. يلا سلام.